اهم مشاكل طلاب التوجيه، بيدخل على مرحله التوجيه ليدرس المنهاج، لكن فعليا طالب التوجيه بدل ما يدرس المنهاج بيضيع وقته في التاسيس لدراسه المنهاج. فبالتالي خلينا نحكي اول نصيحه لطلاب التوجيه، يا ريت تستثمر مرحله الاول ثانوي. مرحله الاول ثانوي مرحله هامه علشان تتاسس في المواد، وعلشان تتعلم كيف تدرس، وتتعلم استراتيجيات الدراسه، وتتعلم كيف تحفظ بسرعه وكيف تقرا بسرعه، وبالتالي كمان كيف تحافظ على نفسيتك. فبالتالي طالب التوجيه اذا دخل هاي المرحله وهو صار تركيزه فقط على دراسه المنهاج مش على التاسيس لدراسه المنهاج، عم بيستثمر وقته. النقطه الثانيه، اغلب طلاب التوجيه ما بيعرفوا هم ليش داخلين هاي المرحله. يعني تعال احكي له انت شو هدفك، ما بيعرف. بيحكي لك انا بس بدي اجيب معدل عالي. طب هذا المعدل العالي كم؟ ما بيعرف. طب ممكن طلاب يحكي لك انا حاب اجيب فوق التسعين. طب جبت فوق التسعين يعني كم بدك، شو التخصص اللي حاب تدرسه في الجامعه؟ ما بيعرف. فبالتالي يعني هو المرحله التوجيهي والمعدل هو وسيله لدخول الجامعه. فعلشان هيك بحكي للطالب دائما لازم تحدد هدفك وتعرف انت ايش حاب تدرس في الجامعه، علشان تعرف المعدل اللي لازم تحصل عليه، علشان تعرف كم ساعه لازم تدرس وحجم الجهد اللي راح تحصل عليه. المواضيع اللي تتكرر في مع طلاب التوجيهي، انه طالب التوجيهي في بدايه السنه بيروح بزور اصحابه اللي خلصوا توجيهي ودخلوا جامعه، وبيجيب من عندهم كراتين وشوالات دوسيات. فبالتالي طالب التوجيهي بدل ما يدرس كتاب بيتفاجئ انه عنده شوال من الدوسيات وشوال من الاوراق وكراتين وصناديق بس فيها كتب واوراق عمل ودوسيات. فبالتالي هو بيشعر بالتعقد من اول يوم. بعض المواد فيها الدوسيات بتكون فيها امثله، فيها تدريبات، فيها امور اخرى مش موجوده في لب المنهاج، فبالتالي الدوسيه بتكون عامل مساعد. لكن انا قضيه اني اعتمد على الدوسيه وانسى المنهاج، احنا اكيد ما بنشجع على ذلك. موضوع الحصه الصفيه، انا بحكي دائما لطلابي كل دقيقه تسمعها لمعلمك في الحصه الصفيه هي عباره عن علامه او علامتين راح تكون في معدلك في نهايه السنه. فلو انا تخيلت انه كل دقيقه بقضيها مع معلمي هي علامه في الماده او عباره عن علامه من علامات هاي الماده في نهايه السنه، انا بالتالي راح اكون حريص جدا على سماع المعلم في الحصه الصفيه، لانه بالاخير انا مقدار فهمي لهاي الماده او لهاي الحصه هي بالاخير بتعكس مقدار علاماتي في الماده. قضيه الغاء التوجيهي في الاردن هي يعني قضيه دائما بنتكلم فيها، بدنا نلغي التوجيهي، وبدنا التوجيهي نظام مش عادل، ونظام بيقيمش الطلاب، ونظام سيء، ونظام مليان بالعيوب. لكن احنا قبل ما ننتقد نظام التوجيهي خلينا نحكي ما هو البديل. هل انا مع الغاء التوجيهي ولا مع تطوير التوجيهي ولا مع اصلاح التوجيهي؟ في بعض الامور لازم نفكر فيها. التوجيهي جزء من العمليه التربويه اللي تعودنا عليها في الاردن، وبالاخير التوجيهي عباره عن امتحان. حتى في اكثر الدول متقدما في العمليه التربويه في امتحان.